اتفضلي يا فندم. مساء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عندي بنت عندها 16 سنه. ايوه. والحقيقه هي يعني ظروف يعني اتغيرت خالص، خست قوي وسرحانه على طول ومش بتتقبل اي نصيحه وكل حاجه متوفره لها، هي وحيده. فانا مش عارفه اعمل ايه. وبعدين يعني بابا حتى زعل منها جدا لما حصل خلافنا وبين بعض، خلاف بيني وبينها يعني. قالت انت مش مامتي ولا هو بابايا، وعلى طول سرحانه ومش عايزه تروح لدكاتره يعني علشان اكشف عليها عظام او بطن او اي حاجه. فانا مش عارفه اتصرف معاها ازاي. هي عندها كام سنه؟ عندها كام سنه؟ 16 سنه. التغير ده بقاله قد ايه؟ يعني تقريبا بقاله تقريبا سنه كده. وزنها نزل قد ايه؟ ونزل ملحوظ، وزن ملحوظ يعني. يعني هي كانت مليانه بقت خاسه قوي. هل بتتعامل مع اصحابها في المدرسه؟ هل بتروح المدرسه بانتظام؟ علاقاتها الاجتماعيه بعيد عنك انت وباباها يعني؟ هي حضرتك بتروح المدرسه بس هي كانت انطوائيه في الاول. ايوه. ابتدت تتعامل مع اصحابها في سنه وفي المرحله الثانويه. فهي برضو تحس انها برضو يعني ايه منغلقه على نفسها شويه. اصل احنا بالنسبه لنا يا منى لما يبتدي مراهق او طفل يبتدي وزنه ينزل، يبتدي ينزوي، يبتدي يحصل تغير في طريقه تعاطيه مع الوالد او الوالده او الظروف، لازم يتشاف. يعني ممكن يكون دي بدايات اكتئاب مثلا، او ممكن تكون بدايات مرض اخر. فالبنت لازم تتشاف كويس جدا. لما يحصل يا جماعه تغير في سلوكيات المراهق، ارجوكوا لازم يكون في نوع من الاهتمام بده كويس، سواء المراهق بقى اكثر انعزاليه، او المراهق ما بقاش موجود في البيت خالص، او ابتدى يبقى عنيف مع اهله، او ابتدى ينام كتير، او ابتدى يفقد وزن كتير. الحاجات دي كلها دي مؤشرات تقول لنا ان هذا المراهق سواء ولد او بنت بيعدي بظروف ما محتاجه ان حد يتابعه. ساعات كتير جدا المراهق او المراهقه ما بيثقوش قوي في الاب والام، لان دايما الولاد دول في المرحله دي بيسميها البير بريشر، ان بيثق جدا في صاحبه اكتر من باباه، يثق جدا في صاحبتها اكتر من مامتها. فهنا التقارب مهم جدا، هنا الاصرار على ان الطفله دي او المراهق ده يتاخد لطبيب مهم جدا، علشان ساعات في الحقيقه الحاجات دي لما بتتلحق بدري بتبقى الدنيا احسن كتير.